الحقيقة الفقرة اللي معانا كانت رائعة، أنشطة جميلة جدا جدا بتعملها مؤسسة ألوانات، وحلم جميل للشباب كده، عندهم خطة كده مستقبلية، وعندهم حلم إن هي تبقى أوبرا الصعيد، وعندهم حلم إن هم ينتشروا في كل محافظات الصعيد. مجموعة طبعا أكيد ماريو عادل المدير التنفيذي لمؤسسة ألوانات، أنا بشكرك وبشكر كل المجموعة اللي معاك وكل المتدربين اللي بيسهموا في المشروع الجميل ده اللي بينمي الصعيد ثقافيا، وفعلا هم متعطشين لده. بتمنى ان وزارة الثقافة تدعمهم، بتمنى ان الدولة تدعمهم، وحتى يوفروا لهم مكان يقدروا يعملوا فيه الأنشطة دي، يبقى بذرة فعلا للأوبرا الصعيد. بتبسط قوي لما بلاقي شباب فل كده. في شباب كتير الحقيقه بيحاول يغير الواقع، وبيحاول ان هو كمان والله مش يفضل قاعد بس ان هو يشتغل وينزل مع اصحابه ويخرج مع اصحابه، لا بيحاول ان هو يعمل كمان اعمال مجتمعيه بتفيد المجتمع، فعلا هو فده السعيد حاجه فعلا مفيده جدا. متعطش للثقافة وللفنون بشكل اكيد. كبير يعني، فبرافو برافو برافو بجد. طيب دلوقتي كمان كان معانا فقرة مع دكتور، بنعتذر عن عدم حضور دكتور إيمان الأمير الكاتبة، بنعتذر لمرضها الشديد. كان عندنا مجموعة الحقيقة فقرات النهاردة متنوعة، كان معانا كمان فقرة عن العمال ودورهم في التنمية الاقتصادية في مصر مع أستاذ علي أحمد علي رئيس الاتحاد المحلي لعمال مدينة العاشر من رمضان، وقال لنا الحقيقة كتير عن معلومات عن العمال ودورهم وكمان القوانين الجديدة ازاي دعمتهم كمان. كمان فقرة مع دكتور أماني وهبة أحد مؤسسي حملة طبيب الخير لمساعدة عدم غير القادرين. الفقرة الحقيقة كانت مهمة جدا، وبيساعدوا الحقيقة في الحملات الطبية عدد كبير جدا من المحتاجين، وبيلفوا بقوافل طبية في كل محافظات مصر. بكرة أكيد يوم جديد وفريق عمل جديد وفقرات جديدة متنوعة معاكم، في نهارك سعيد، نهاركم سعيد.